هاي عن جديد لكل مشاهدينا اللي تابعوا معنا ميك اوفر من اول الحلقه لهلا. رح تشوفوا سيلفانا بالفاينل لوك اللي اخترناه من دورتي بيركنز و H&M اللي اكيد بدنا نتشكرهم، واكيد بدي اتشكر سكين برو للجيفت فاوتشر اللي مقدموه لسيلفانا اللي ممكن ترجع تو بامبر هير سيلف من بعد الحلقه اليوم. هيك بدي اعمل ريكاب سريع على حلقه اليوم. سيلفانا عندها بادي شيب H، يعني الاكتاف والارداف هن بمستوى بعضهم، مع الخصر منه بيكون محدد، منه ما بيكون مخصور اذا فينا نقول. لهالبادي شيب عاده ما بنروح على الاشياء الضيقه من فوق، ما بنروح على الاشياء التوبس اللي فيها درابي، التوبس اللي فيها كاشكار، كل هالتفاصيل بالتوبس ما بتعطي شيب حلوه للست اللي عندها بادي شيب على شكل اش. بنروح اكثر على الاشياء الضيقه، بس مش المولات وكثير ضيقه على الجسم، ومش كثير واسعه، لانه اذا ست عندها هالبادي شيب وخاصة مثل سيلفانا وبتلبس اشياء واسعة أكثر بكثير ما بتلبق لها أبداً. اليوم اعتمدت لوك غامق مثل ما شايفين، دائماً اللوك الغامق هو اللوك اللي فينا نعمل فيه كاموفلاج مثل ما فينا نقول. اعتمدنا لنلون هيدا اللوك بسيغ شميز لبستها بطريقة تحطها مثل ما عم تشوفوا هلا، البرنتس اللي عم تشوفوها ملونة ضمن ألوانها لسيلفانا. لهيك بادي شيب بنروح اكثر على اكسسوار، وبنركز كثير على اكسسوارات تكون بروبورشنال مع البادي شيب، يعني ما تكون كثير صغيره ما تكون كثير كبيره، فيها تكترهم مثل ما عاملين بهالحاله نحن. عم نشوفها لسيلفانا. بالنسبه للشعر، سيلفانا اعتمدنا قصينا شعر بطريقه بسيطه، ما فينا نطلع كثير عن الكتاف، ولكن فينا نلون اطراف الشعر مثل ما ميا مندلق وجورج مندلق عملوا هيدا اللوك اللي كثير حلو اليوم لسيلفانا. اما تالين افاكيان يلي عملت الميك اب كمان الناتشرال اللي فينا نسميه، زبطت لها الشيب تبع حجبها يلي عملت ريجار كثير حلو، واعتمدنا الوان بين البرونز والبني الفاتح لنعطي جلو وضوء لعيونها لسيلفانا. هيدا ريكاب سريع كان لحلقه اليوم. انا ان شاء الله بتمنى تكونوا حبيتوا هالميك اوفر، وبدي ارجع ادعي كل اللي عم يحضرونا، فيكم تقدموا عنا على ميك اوفر بمجرد ما تتصلوا على ارقام تمرق على شاشه الام تي في او على صفحه فيسبوك ام تي في الايف، ابعثوا لنا صوره لكم وابعثوا لنا رقم تليفونكم ونحن اكيد بنرجع نتصل فيكم. بدي ارجع اشكر مره ثانيه سكين برو على الجيفت فاوتشر اللي مقدمه لسيلفانا. ممكن تروح لعندهم على الميديكال سبا بجل الديب وتستفيد من سيرفيسز عديده. انا بشوفكم الاسبوع اللي جاي، وهلا رح اترككم مع بريك ومن بعدها مع واتسون ام تي في. باي.